شوك الطقس يا معلم. هو بصراحة طقس على بليبي برجولية يمشي شاورما. مش مشكلة برا اخويا نعمل اكسبسيون اخويا اليوم. ياو كول تايمرز. بعد الشباتي بعد المقلوب بعد البيتزا قلنا نعملوا شاورما. شاورما. دونك فوالا استناكم على الانستغرام على أحسن ليزادريس تاع الشاورما باش ناخذوا منهم ثلاثة. فوالا باش نمشيو للثلاثة أكثر ليزادريس تعاودوا. دونك أول واحد باش نمشيو له في المنزل 5 اسمه بيتاغور. فوالا شوفوا اليوم حاصيل واسمع لحمة مطر على الآخر. شكون يمشي يجيب لنا دونك؟ دونك شختار واحد فينا ثلاثة. داكور. أنا قطة أنا جو كل مرة واحد يلعب فاز. علاش ما نعملوش سؤالات؟ هي سؤالات يا أنا قطة تك تك مش تاخذ في سؤالات. أنا ما عمالك سؤال. 5 minutes later. ثلاثة شاورما حريا. هاي برا حسين برا. زهرت له الزحة وقت اللي هاي قصد. قصد شتيه. Greek food lab كي يحط لك لاب لابوراتوار ماني مصدقش. هاي 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 جنرال مو لاب هذيك. مش ريستو. لابو لابو قطفوا في شجرة. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Donc voilà, sandwich lol. Yes. Pita go. Pita. Ah, j'ai un jeu de mots bien le khobz pita. Ouais. Ou go. Gore. Gore. Wow. Bon, la frite avait برشا عباد يحكيوا عليه. Oui. Bon, déjà au fait واحد déjà. Déjà, سامحني. شنو هي فواز الفريت في وسط الساندويتش؟ الفريت في وسط الساندويتش. اي. هذايا فواز في الشاورما تتعمل؟ ما نعرفش بالكش في الخبز هذايا ما نعرفش بالكش الفازة نتاعو. بالي تاع تاكوس. تاكوس. الخبز بيتا مادام عنده فواز الصوص نتاعو بالياوخت، ياوخت غريك. ياوخت غريك هذاك علاش. اوكي اوكي. دونك فتتر هذه الفازة باش ما نلقاوهاش عند الاخرين ممكن. وي. باهي حاجة أخرى هون. عجبني الفريت كيفاش مفوح بالكليل. اي اي. فما الزعتر الريحه بنينه فما كليل ولا زعتر ماش حاجه يا كليل يا زعتر نحب نذوق اللحم وحده شاورما دجاج هذا ولا دجاج معاك اوكي دونك اللحم حابين نذوقه وحده بسم الله يا معلم اكلوا فيه اللي فيه مش عادي مش نورمال تاع تروادو مخك يقف هذيا راهو ما فيها حتى كليم راه بسم الله ليه واو وزويزه فما الصوص بتاع الحمص الفريت بنين حسيته ميزون معناها اي مش صحيح دونك هذا قد ايه؟ دونك نخلصوا راه ما تقولش ما نخلصوش مش سبونسوريزي دونك 27 3 جاو دونك 9000 لواحد كوريك كوريك باهي باهي صوم باهي صراحه الخبز عالمي الكومبوب كله الفاح واللحم يفتق كل شيء بنين حبيت نلقى روبروش ما لقيتش خبز بنين الفريت ميزون ليكيليبر الصوص بنين اللحم مفوح بنين ممكن ريبروش صغير فاست الفريت في وسط الساندويتش انا مثلا ما نحبش الفريت في وسط قوه اي دو توت فاسون ما يقلقش هو انت كملته اخي ير ما قعدت نحل لوحدي شميته انا كونكلوزيون دونك انا بور مو الفريت بنين على الاخر لفيه نتاعو هو اللي عجبني دونك اهم حاجه هذايا اللحم مفوح على الاخر والخبز بنين الور لا على الاخر على الاخر والحمص الصوص تاع الحمص اللي تزادت قوم تاعها قوي على الاخر مع اللحم عطاها حاجه بنينه برشا برجوليه ينجح بالنسبه لي انا وجع برجوليه بالنسبه لي انا بالنسبه لي اكثر حاجه امبورطونت اللحم والخبز اللي هما الزوز طايره على الاخر صراحه اللحم مفوح وي الخبز يذوب في الفم البان بيتا هذايا ياسر بنين فاست الفريت قلقتني شويه دون صوص كيما جاش فما فريت ممكن نفهم بها اكثر اللفاحات اللي فما الداخل فهمت اما الفريت بنين وحده معناها وحده الفريت بنين اما ليه سينو ابار سا معناها كاتيجوري وجيعه معناها لا لا وجيعه شفتوا الخبز الخبز هذايا الخبز هذايا معناها كان تعدي به مثال جربانه ولا برقه لوبيا ولا لو يمشي كل شيء يمشي كل شيء صحيح بيتا دوزيام ادريس دوزيام ادريس اللي هي خلينا نمشيو لها ساعة ومن بعد نقولوا نمشيو لها ساعة اي نتعداو للدوزيام ادريس اي نحن في بيزود شاورما شو صيف معناها بين الشاورما والشاورما ياخو كلاص هذه يا وزر شنو هي هذه؟ بيستاشيو ما عندك شكون هذايا؟ لا ما نجمش نقول ما نقولوش الاسم لا لا صعيب علينا معلم مش نورمال بدنا نعرفهم برجولية وي يا ظهري باش تولي بيزود كلاص شو ضربت الخط الاحمر اللي استنى فينا في الجي بي اس يا ابو قلب اهو الخط الاحمر يبدا من وقت البارح احنا تو باش نعيشوا فيه كياس باش نورقوا هنا فرج يا معلم يا معلم بيسين مونيسيبال يا 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 يا
شوفوا اريانا كيفاش ولات اللاك تقول اسم هلاك ترى بخويا ذوما الكل ديكول تايمر ايز ايز ما تحسبش صباح والله قالوا لنا بومبي عنده شاورما شاورما باهية باش تقولوا للكول تايمرز خويا مسيو بن علي تعرف فرماج فهمتني حاجة موازي لابوسين فهمتني عندنا ستاج المية تو صح عملوا لنا فما بريدج الغالي عملوه اسمع ماريو تو ستاج ماريو الله الله هاي ميرسي ميرسي الاولاد صنحنا هدينا عليهم معناتها ديما نقولوا لهم نجموا نصوروا ولا اللي يقول لنا نجموا نصوروا نصوروا اللي يقول لنا ما يعطي الصحه دوكا يعطي الصحه دوك قالوا لنا صوروا على رواحكم دوك ولينا قعدنا سور بلاس هكاك خير دوك هذا بومبي قلتوا لنا عليه زاده في اريانا نحن باهي انا اول حاجه عجبني البلا بون بالنسبه لك انت الفريت على برا دونك جاوك باهي معناها نصور يعطيك مع دو سوس هاي تيست الفريت تيست الفريت بلاش بلاش سانسير سلام برا واضح ويا من الفريت باه انا بصراحه نحب فيت فين ذوق الصوص هذايا الخضره هي صوص شنو هذايا خلي صوص لا هذايا صوص لا ما تحس فيها تروف عروش بسباس ولا كيفاش جلبانه ولا لا عروش بسباس وتحس ولا لا فيها حاجه خضراء بون الظاهر فيها بنينه فيها حموضه رهيبه فيها سيترون فيها فما كوتي اسيد بنين برشا هذايا دانت والاخر بولي هذا دانت ونفكروا الخبز هذايا خبز برامون هنداوي خبز تندوري حسيلو تندوري هذايا شفتوه قبيلة برامون تعمل في الكوشة الهنداوية هذيك فوالا والاخر بيتا بيتا فوالا واضح سرويدو ان بسم الله يا معلم عجبني كونتاكت هنا الكونتاكت ديريكت الخبز الحم مين برشا والصوص شنو صوص جوستومون هذايا لي صوص كلاسيك شويه بارابور للاخر الاخر عنده الحمص عنده الياوخت غريك هذايا ان بو بلو كلاسيك كيما نعرفوهم معناها فيه الهريسه سلطه شويه مايونيز كاتشاب صوص الاي معناها حاجات نعرفوهم اكثر صحيح انا في الجو معناها بالحق ما تنجمش تقارنهم جمله معايا هذايا كلاسيك جمله اما بنين اما بنين على الاخر خبز بنين لحم بنين لي دوز اكسبيريونس ما عندهم حتى علاقه بعضهم جمله انكومبارابل بالحق خبز بنين على الاخر وكل واحد يكور في تيران صحيح بالنسبه لي ينجح ميرسي على دريس صح دي كل تايم ميرسي على الاخر على دريس دريس تحفونا اون بلوس شين معناها تلقاها بارتو دونك امشيو زاد انتوما واعطيونا رايكم قلنا اخر دريس صيف واكثر دريس قالوا لنا عليها نمشيو لها توا اوكي The sound consumes, get the ill style and the shit go boom Bang, like boomerang slang when we come back Every man جماعة مالي بول نصر هذي أكثر أدريس جبدت في البحث هوي قلتون عليها هذي أكثر أدريس حسب ما شفت شوية الخبز نان الحم دان ماشي دان, ماشي دان. كانوا فاتح هذوم يضربوا في الطاولة نعدي ولكم تروادوا Yeah, started on a 50 mil lens Now I'm about to bag 50 mil yen I can shoot all day, I got stamina Turtleneck قلكم كان الخبز هذيك التندوري يعني بالنسبة للتندوري هذي خده برشا برامو ما يعرفوش في وسط الجبن معنى مع العجينة يتحط الجبن بعد تحلوهم بعد تحط فما الكوش هذيك فور هندي فور هنداوي اوكي هريسة صوص مايونيز هذيك سلطة هوني فما اللونيو كراميليزي دوليت سي بون شخص خضار فيها وحط لنا لي صوص منظمين كل ديبارتمون وحده اي عجبتني فاست لي صوص فما هذه يا جماعه اللي هي تعرفوا اللي تزيد الشطر في الطاوله كي واحد يبدا عنده المخ كذايا صحيح بون الفريت فريت عادي عادي ذوق الحم وحده كعاده باه
فوح بالقداوي فوح بالقداوي بالقداوي وي ونتصور مع الخبز وجليه بني ماشي في وجاعة بصراحة نفكر هذي فيه اونيو كاراميليزي اي زيد فيه اونيو كاراميليزي وكل فلفل زيد حزو شكشوكة معنا اي صحيح ترودو بسم الله الأونيون يا معلم هو حار وجود الفريشور بتاع الأونيون مع اللحم برجولية يا عجبني اللحم بصراحة مفوح من البداية صحيح اللحم بنين بنين من البداية انت مهميشة في اللي يقول خطر حار وأونيون ودرسية مهميشة مش نرمال ينجح 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 من البداية من البداية أنا بصراحة ما تفكريش هكا الشاورما صحيح قبل صيف الشاورما قبل الشاورما كنا ناخذوها في طابونة في خبز لبناني على ليميت اما فاست الخبز هذا الهنداوي نانا جديده تسمى جديده معناها بيسوي راه بون بالنسبه لينا ينجح ينجح على الاخر ماشي ليكول تايمرز على الريكومونداسيون تاعكم نيو الحاجه بها فما بارتو صحيح ايه موجود بارتو نجمو تمشيو تجربو تعطيونا رايكم بيسوي في كلمتين في كلمه ينجح لا لا بالنسبه لي ينجح بالقديم بالقديم وي معناها بالحق كي قالوا لنا من احسن شاورما في تونس بالحق اللحم بنين خبز بنين بول فريت عادي الصوص كلاسيك زادة اما ذيك هو تاع فاست فود فما في الفاست فود الكل بيان سور اي مي بيان سور احنا نحكم ديما على اللحم ديما صحيت والخبز اللحم والخبز معناها السينياتور في اللحم والخبز معناها باقي كل تعرفوه في المحلات كل ساشون كو النان بيصير خبز نان هذا يتسمى ديما عندكم شوا تاخذوه بالجبن ولا بلاش كيما الاخر زاد كيف كيف بالجبن اسمه بومبي زاد بالجبن نفس الفاز دونك فكروا اللي بالجبن ب 8000 بلاش جبن 7500 ولا دونك اللي في ما يبدوش على بعضهم معناها هذيك هي هي كيف كيف ولا فاليدي دونك فوالا هذوما لي تروز ادريس اكثر تروز ادريس قلتونا عليهم انا بصراحه تعبت فيها بالرسمي تشوفوا هكا صغير بالرسمي تحقروا اما راهو مسطك على الاخر راهو لهنا في الراس طول راهو الاول ادريس اسمه بيتاغور بيتاغور الساعه هذيك تحس الكاور وحده معناها ما عندوش علاقه بهم اللي يعمل فيهم مش كيفهم صحيح اي ساعه والحاجه مش نفس الخبز ولا. خبز بيتا فريت في وسط الساندويتش فريت ميزون زاده فريت ميزون مش ما فيش حروريه معناها ماشي اكثر كالحمص حموس هذاك اي وفما توزويزه نتاع فيها وعنده زادك الياوخت غريك معناها معناتها يكور وحده بالحق صحيح اخرى جمله ما تنجمش تقارن ما تنجمش تقارن جمله بنين على الاخر يدور في الجريس هذاك تقارن به صحيح بنين على الاخر الحقيقه انا عجبني على الاخر الثاني عجبني في الصوص عنده صوص صلاي صوص صلاي بالقارص بار قارص وفما كي فما حاجه خضراء فما حشيشه فما حشيشه اللي بيحشيش الواحد الصوص حشيشه حشيشه الاخر عجبني في الحم صحيح. الحم مفوح اي فوح يعني الفاهم تاع الحم ماليبو اي اموره فيح دونك بصراحه لي تروز ادريس ينجحوا على الاخر ينجحوا بالحق كان تحبوا شاورما عندكم ماليبو ولا بومبي زوز الاخرين يقربوا لبعضهم الاخر يكور وحده معناها حاجه اخرى الحقيقه مش شف. نفس الخبز مش نفس الحاجه اما بالحق ردوا بالكم تعملوا اللي عملناه احنا تو انكم تاكلوا الثلاثه ورا بعضهم راهو بالرسمي حاجه فلق على الاخر انتم كان عندكم الشواء لي تروز ادريس هذوما بيان سور ان شاء الله عجبتكم الابيزود بوس بلو كل شيء تلقاه في الديسكريبسيون لوتا يجيو للديسكورد معنا فما كوميونيتي باهيه ولا تنجموا تعاونونا على سيت بقشيش ابوني بوس بلو فما ابيزود هوني فما ابيزود من غادي وفما الدور هذا تنجموا تعملوا ابوني à la prochaine, bye bye.